السلام عليكم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم صوت الناس. الو مكملين، اهلا بيكم. يعني ايه بروباجندا؟ يعني ايه اخبار فيك؟ يعني ايه تخدع الناس علشان تقول لهم انك بطل ومسيطر؟ هقول لك مثال وانت تحكم وتشوف. امبارح المتحدث باسم نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل طلع وقال لجمهوره ولشعبه قواتنا وصلت لقلب خان يونس. سقفوا يا جماعة، وصلنا خان يونس وفي قلب خان يونس. طبعا الناس العادية بتسقف وتقول أيوة وصلنا خان يونس معقل القسام في قطاع غزة، بس في ناس تانية بتقولك عادي، ما انت قبل كده وصلت الشجاعية ووصلت مخيم الشاطئ وبيت لاهيا وبيت حنون وحي الشيخ رضوان وكل منطقة في غزة، ولسه في خسائر ولسه في قتل، فدول ما فرحوش. في ناس تانية قالت أيوة برافو وصلنا هناك وبنعمل اللي ما يعملش. كمان شوية طلع المتحدث باسم نتنياهو وقال إحنا محاصرين بيت يحيى الصنوار. أبو إبراهيم رئيس الحركة، حركة حماس في قطاع غزة، بيته بين فكي الراحة، بيته محاصر بالقوات الإسرائيلية. إشي دبابات مركبة من هنا بالملايين، وإشي مدرعات نمر من الناحية التانية بملايين، وإشي جنود عليها ذخيرة ومعدات عسكرية برضو بملايين. وكأنه عايز يقول للناس أو لشعبه أو لجمهوره إحنا مش بس في غزة، إحنا مش بس في خان يونس، إحنا محاصرين بيت يحيى السنوار. شوية وطلع نفس المتحدث وقال إحنا دخلنا جوه يا جماعة بيت يحيى السنوار، ودخلنا أوضة نومه دلوقتي، شايفين حمامه ومطبخه، وإحنا في الصالة اللي كان بيقعد فيها يحيى السنوار. إحنا مسيطرين على كل سنتيمتر مربع ومكعب ومضلع في بيت يحيى السنوار في قلب خان يونس. بس بصراحة هو في حاجة بسيطة كده عايزين نشارككم فيها. إحنا ما لقيناش يحيى السنوار في البيت. أوه، فالناس تتخض، إيه ده؟ أنتوا ما لقيتوش يحيى السنوار في البيت؟ فالناس يبقى عندها أمل علي علي علي، وبعدين إيه ده؟ ما لقيناش يحيى السنوار في البيت، فيبقى عندهم مبرر نفسي لاستكمال المعركة، ألا وهي رحلة البحث عن يحيى السنوار. ومش مشكلة في سبيل ده كله تقتلك 10 20 30 ألف فلسطيني مرة تانية، مش مشكلة يوصل أعداد الأطفال النهاردة 8000 طفل وحوالي 5000 سيدة فلسطينية. عادي تدمر أكتر من 60% من المساكن في قطاع غزة، وما تنساش وانت بتهدم البيوت تهدم المستشفيات وتهدم الجوامع والكنائس والجامعات وكل مرافق الحياة، كل ده علشان تقنع جمهورك انك عايز تقبض على يحيى السنوار. وكأن المقاومة يحيى السنوار، وكأن القتل ده كله عادي في سبيل انك تقبض على يحيى السنوار، وكأن يعني يحيى السنوار كان قاعد مستنيك ومولع نار وبيشوي درة في الصالة علشان انت تروح له خان يونس وتقبض عليه. أساليب للخداع، مين بيقول كده؟ محللين سياسيين إسرائيليين بيقولوا حكومتنا ومتحدثينا بيضحكوا علينا. انت عمال تقولي انا محاصر بيت يحيى السنوار، يعني هو يحيى السنوار قاعد جوه مستنيك؟ يا راجل احترم عقلي، احترم عقلي، وقول لي اللي انت بتعمله ده مش علشان تقول لي انك رايح تقبض على يحيى السنوار، اللي انت بتعمله ده علشان تخلي سقفي دايما عالي، وعندي دايما مبرر للقتل ان في واحد لازم نوصل له، زي ما كان بيتقال قبل كده في مواقع وفي حروب تانية. لو تفتكر حروب تانية كان بيتقال عليها مثلا في بغداد في العراق، مطار بغداد، مطار بغداد، مطار بغداد، معركة مطار بغداد، حصار مطار بغداد، عشان أول ما يقولك أسقطنا مطار بغداد فأنت يبقى عندك خلاص حسيت بانتصار. زي ما عاد يقولك مستشفى الشفاء، مستشفى الشفاء، دخل مستشفى الشفاء فحسيت بانتصار، بس اللي حصل إن ملقاش حاجة جواها، فقالك ندخل خان يونس، خان يونس فيها القسام والمقاومة والأسرى والقادة وكل حد، دخل خان يونس. بعد كده انت ما حسيت انه ما حصلش حاجة جديدة، فقال لك احنا لازم نجيب يحيى السنوار، احنا في بيت يحيى السنوار محاصرينه، دخلنا اوضة نومه بس ما لقيناش يحيى السنوار. وتفضل مستمرة المجزرة، وكل مرة ليها سبب جديد، والسبب دلوقتي هو مطاردة يحيى السنوار علشان نجيب راس يحيى السنوار. ده على الجانب الإسرائيلي.
تيجي نروح للجانب العربي، تيجي نروح على الجانب الآخر، بعض الناس بتقول لك ليه الفلسطيني عمل 7 أكتوبر؟ ليه عملت كده أصلاً؟ ليه رحت واقتحمت؟ فيرد عليهم صوت من أمريكا اسمه نورمان فلاكشتاين، وده بروفيسور يهودي أبوه وأمه يهود، كانوا موجودين في معسكرات هتلر النازية اللي قيل إن اتقتل فيها بعض اليهود أو عدد من اليهود. الراجل ده أنا سمعت له حاجة كده برودكاست كان مشترك فيه مع 3-4 برضو من اليهود، فقال انتوا ليه بتطالبوا ان الفلسطيني يكون انسان اسطوري؟ ليه بتطالب الفلسطيني يكون متسامح لحد الهبل؟ ليه بتطالب الفلسطيني يعمل اللي محدش عمله في الدنيا؟ فبدأوا يهاجموه ويقولوا له يعني انت عجبك اللي حصل في 7 اكتوبر؟ قال لهم قطاع غزة في حال الدفاع عن النفس. قالوا له لا الكلام ده غير مقبول. قال لهم هفكركم برواية حصلت في حياتي. قال أنا أبويا وأمي يهود بولنديين جم من بولندا، ولما حصل اللي حصل في ألمانيا قدر اليهود، وهو ده اللي قالوا، يقتلوا يعملوا عمليات ضد الألمان قتلوا فيها يمكن 800,000. قال في يوم من الأيام وإحنا في أمريكا بسأل أمي بقول لها أنتوا ليه عملتوا العمليات دي؟ ليه قتلتوا المدنيين الألمان؟ قالت له عشان قررنا وقتها إذا كنا حنموت فنموت شوية منهم معانا. ده مين؟ دول اليهود اللي عذبتهم ألمانيا النازية وقتلت منهم ناس كتير. قال بعد كده ب40 سنة أو بعد اللي حصل في ألمانيا ب40 سنة كان معايا صديقي راح عندي البيت في أمريكا، صديقي نصه ألماني ونصه أرميني. فوالدتي كانت عندها حقد شديد جدا على الألمان، وكان عندها حقد أكبر على البولنديين، يعني كانت دايما لما تشتمه تقول له بولندي كذا، انت عامل زي البولندي الكذا، يعني مش هقول الالفاظ. المهم فصاحبه اللي راح معاه البيت ده نصه ارميني ونصه الماني، فوالدته كانت متضايقه جدا، بس كان مر 40 سنه على الاحداث اللي حصلت في المانيا النازيه. هي كانت مش عايزه حد يجي لها البيت وعنده دم الماني. وبعد ما انتهى لقاء ابنها او زياره صاحب ابنها للبيت خدته على جنب قبل ما يمشي وقالت له حسنا مفيش مشكلة انك جيت عندنا النهاردة. قال فالفرق في التعامل كان 40 سنة من السلام، من العيشة في أمريكا بعيد عن أفران النازي وقتل ألمانيا النازية لليهود. قال انت بقى دلوقتي حاطط الفلسطيني بقاله 17 سنة في قطاع غزة في سجن مفتوح، وواخد أرضه من 75 سنة وبتطلب منه أنه يموت في صمت. قال ده شيء غريب جدا، لا الفلسطيني هيقدر يعمله لأنه مش هيقدر يكون إنسان أسطوري في التسامح، لأن اليهود نفسهم اللي نجوا من محرقة النازي ما كانوش متسامحين لأنهم عملوا عمليات ضد النازيين، علشان قالوا لو كنا هنموت نموت بعضهم معانا. كلام ده لمين؟ ده نورمان فلاكشتاين، وده بروفيسور أمريكي، تقدر تدخل على يوتيوب أو على جوجل وتبحث عنه وعن كلامه ده وهتلاقيه بالصوت وبالصورة.